طيب احنا هنكمل كلامنا مع حضرتك وخصوصا عن الاوراق المطلوبه عشان المواطن يقدر يطلع رخصه، لكن خلينا نروح ناخد تحديث مروري سريع نعرف احوال الشوارع عامله ازاي. مع منى اتفضلي يا منى. شكرا ليك يا شاذلي. احنا دلوقتي فعلا اخر تحديث مروري معانا النهارده في حلقتنا. خلينا نروح نشوف لمي حمدين وصلت لفين واخبار الشوارع موجوده معاها ازاي. صباح الخير عليك يا لمي من جديد، اخر تحديث مروري النهارده في الحلقه، قولي لنا الشوارع عامله ازاي، قولي لنا هل الجو ابتدى يحرر ولا لسه الامور طيبه. صباح عليك مره تانية منا وعلى زمايلي في الاستوديو والساده مشاهدي، صباح الخير يا مصر. طبعا الجو بدا يحرر شويتين، لكن خليني اقول لك كمان قبل ما اتكلم على الحاله المروريه، طبعا في سيوله مروريه صحيح، لكن خلينا ناكد على الناس ارقام سيارات الاغاثه المروريه اللي هي 0122 3 وحايد 4 اصفار، 0122 3 وحايد 4 اصفار للابلاغ عن اي حادث ممكن تقابله في الطريق. ما فيش داعي ان احنا نقف ونعطل الطريق للناس كلها، لكن سيارات الاغاثه المروريه طول الوقت هي اسرع حد ممكن يساعدك، وكمان تقدر تقدم خدمه كويسه جدا ومظبوطه جدا. خلينا نتكلم علشان الممشى اللي على يمنا السياحي اللي احنا شايفينه هنا في السادس من اكتوبر، احب اوريكم الطرق اللي شكلها حلو ومبهجه وبديعه، مليانه كافيهات ومليانه حاجات كتير بتناسب كل شرائح المجتمع. نقول كافيهات غاليه جدا لحد العربيات اللي بتقدم القهوه باسعار يمكن بخمسة جنيه ولا حاجه. وعلى شمالي زي ما حضراتكم شايفين ده مشروع المونوريل الخاص بمدينة السادس من أكتوبر اللي بيبدأ من جامعة الدول العربية بالخط الثالث لمترو الأنفاق ولتوسعات جديدة في مدينة السادس من أكتوبر، وطوله تقريبا 42 كيلومتر بيضم 12 محطة، وهي جامعة الدول العربية، الطريق الدائري، المريوطية، المنصورية، الطريق الصحراوي اللي هو القاهرة اسكندرية وهايبر وان وهم جهينة، واقة المجتمعات العمرانية والحصري ودار الفؤاد والمنطقة الصناعية والقطار السريع. وبينفذ المشروع خلال 42 شهر وهيكون جاهز أمام الركاب مطلع يونيو 2023. وتم طبعا الاستعانه بشركات عالميه لاداره المونريل. زي ما حضراتكم شايفين الصوره بتوضح قد ايه الشغل بشكل جيد على قدم وساق. وكمان لو اتكلمنا بقى على سيوله مروريه واحنا متجهين للمحور، حتى الان في سيوله مروريه، كمان شارع البحر الاعظم في سيوله مروريه، شارع الهرم اتجاه الجيزه لتنظيم في حركه سير السيارات، طريق كمان الاوتوستراد وكورنيش المعادي والدائري من الكورنيش للاوتوستراد، وكمان من نفق من مؤسسه الذكاء لنفق السلام ومن الكورنيش للمنيب في تنظيم في حركه سير السيارات، صلاح سالم من كوبري الجلاله للطيران والعكس عند الفردوس اتجاه المطار في سيوله مروريه، كمان كوبري اكتوبر من التحرير لرمسيس والعكس من العروبه لرمسيس فيها تنظيم في حركه سير السيارات، كورنيش النيل من اركاديا لوسط البلد يمكن بدا يبقى فيه زحمه شويه، المحور من ناحيه لمدان في تنظيم في حركه سير السيارات، والعكس كمان الاوتوستراد من زهراء المعادي للدائري في سيوله مروريه، محور صفت اتجاه الجيزه هو يمكن اللي عند الاشاره بيبقى في بعض التباطؤ لحركه سير السيارات شويه، لكن بشكل عام اغلب الطرق والمحاور فيها تنظيم كبير في حركه سير السيارات. دي كانت جولتنا الاخيره في صباح الخير يا مصر، اليك منى. شكرا ليكي لميا حمدين، استعرضتي معانا اماكن مختلفه واستعرضتي معانا كمان شكل المرور وكمان الاحوال الجويه. برجع دلوقتي مشاهدينا لشاذلي وهادين نستكمل باقي فقرتنا اللي كانت شغاله. اتفضل شاذلي. شكرا ليكي يا منى وشكرا طبعا للميا، وهنرجع نكمل كلامنا مع الدكتور الحسين خبير التطوير الحضاري.